يلا هاي شربتنا خلصت. ليك 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 تعال شوف تعال شوف شو حطيت علي هلا كريمه. اوكي عم طعميك شي طيب؟ ايه بس ما لا على الافطار. ايه من انه الكريمه شويه كريمه 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 سايله انا حطيتهم اياها بالمقادير. نحن ما بيعملوها بالكريمه. ايه هيدي انا عم تقل لك قلت هيك جايه لعندي عم غزيك زياده. والله ما في منك. ليك 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 ما احلاك والله بتجنن. هلا اذا كان عندك عشاء ايه بتعزم ناس لعندك ثلاث مشاهير. نعم نصيف زيتون راغب علامي. ايوه هو الكفوري مين بتعزم بدك واحد؟ نصيف زيتون او راغب علامي. ايه او ما بعرف ثالث مين قلت لي؟ وائل الكفوري. وانا بحب وائل الكفوري. خلص خلص اذا هيك وائل الكفوري شو بحب اكله نبقى نعمل له؟ كل شيء بيحبه بس ما بيقدر ياكل الشريمب. شريمب بسيطة لأنه بيعمل له حساسية. بسيطة هيك وفر عليه. الشريمب غالي ولا بنتصل بالمدام اتصلت فينا من الإمارات هلا إلا دخيلك بعثوا لنا شوية شريمب. إيه والله إيه والله طيب دخيلك رح تعمل أشياء بعد هيدي خلصت هيدي خلصت. إيه؟ يا من بعد ما ناخذ الاتصال رح اسكبها. يلا ألو بونجور. بونجورين يا أهلا وسهلا فيكي. اسمي نجوى. اهلا وسهلا فيك ست نجوى كيفك؟ منيحة. شو كيف الاكل عندك خبريني؟ منيح منيح بس انا كثير بحب اكلك. تسلمي صحة وهنا صحة وهنا. وكثير بحب فادي وتمثيله. حبيبتي ميرسي ميرسي. اليوم جينا سوا تمثيل طبعا. وطبخ طبعا. شو بتحبي يساعدك؟ او ما بدك شيء بس عم تسلمي علينا؟ بس عم سلم عليكم. تسلمي تسلمي اهلا اهلا. بنقول لك رمضان كريم صوم مقبول ان شاء الله. مهضومين الناس ليك عن جد الناس حلوه مهضومه دايما. يلا انا شغلنا شيء اخي ما بمعود انا اوقف. بدك نحركها هيدي الشيء هون والله خلص هيدا هيدي خلص بدها شوي صغير. خلص انا بدي اعزمك انت تسكب الشوربه بس ليك ممنوع الطرطش. إيه؟ ممنوع هات لشوف. يلا هيدي بنحطها هون. ايوه ايه هيني هيدي هيدي اسكب لي هيدي على راسي وفرجينا كيفك تسكبها وانا احتبع مع حلك هون. وبناخذ اتصال جديد. الو الو بونجور. بونجورين يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا رسالة. اول شيء صيام مبارك بعيدنا العيد الكبير لكل المسيحيه وللاسلام رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم على الجميع. فادي استاذ رمضان انا بحبك كثير شو هالمنورين منورين شو هالكوستيم الاسود. تسلمي فادي اشتقنا لك. وكوينك اشتقنا لك. اشتقنا لك عن جد والله. يلا قريبا ان شاء الله بتشوفونا قريب. يعني تركنا كل شيء اليوم وانا زعلت انه كان مبلش وعتابت حالي قلت لها ماما تعي نحضر لانه نحن بنحب شايف انطوان كثير وفادي كثير غايب عنا. نحن كثير زعلانين منك. والله منور منورين منورين منورين. يحطلع لك اياه معك جيبه وقاصصه بطاطا اليوم. شو بدك ماما؟ يا حي ماما بتحب شاف انطوان شو بدك؟ مغربيه انا بدها مغربيه. ولك تكرم عيونها قولي لها خلال هالجمعه خلال هالجمعه بدي اعمل لك بدي اعملها مباشره هون على الجديد المغربيه. تكرم عيونها تكرم إليلا. اكيد انا كثير انبسطت هذا العيد جامع الاثنين 2-1 ان شاء الله كلنا نحب بعضنا ودائما سلام بلبنان. مزبوط تسلمي تسلمي. وانتم طلبكم رخيص وانتم غاليين علينا وعلى الجديد. ريحتها بتشق القلب شايف هيها. بس قلي انا خصوصي عم بعطيك لتعرف الفرق بالاكل. ايه يلا بس على الافطار بدنا تشق الاكل طبعا. ايه شوف لي بشرفك مش الصبيه مزبوطه كل شيء مزبوط عندك. العواميد شوف لي العواميد. هلا بدنا نساوي القشطه. بنبلش بالحليب. ايوه هيك دجاج خلص. ايوه